يجب ان كل واحد يتحمل مسؤوليته الادبيه والاخلاقيه تجاه هذا الوطن. معلش اسمحوا لي ادعك وهيك، شو اقول لاحفادي؟ جد يعني اعتبروا يعني سؤال ايش مكان حبيته سخيف. شو اقول لاحفادي؟ بقول جدو جبنا البوزه وخربت البوزه مثلا بالثلاجات، ولا خربت الدجاج ولا غيره وغيره. اسئله بسيطه. ملايين المطاعيم يمكن خربت، المطاعيم في مشكله في المطاعيم عشان تكون عارفين، المطاعيم في عليها مشكله يعني، المطاعيم في عليها مشكله يعني. لا تقول لا، المطاعيم ممكن تفتر لانه تحت درجه صفر كذا درجه وترجع من الاول، مش معقول ما في خسائر. بدها تقييم من اصحاب المعالي انه حجم الخسائر اللي تضرر منها كل الأردنيين وكل قطاعاتهم بمختلف اتجاهاتهم. ويعني تساؤل لمعالي وزير الدولة، بلاش نضل فزعات ردات الفعل، ان كل وزير كل مسؤول ايش مكان يكون يتفقد. انا بدي سؤال، في عندك سؤال؟ السؤال اذا بقدروا يعني حجم الاضرار، حجم الخسائر وتعويضها. طيب حجم الاضرار وحجم الخسائر شو ممكن نعمل؟ اعطي فرصه خليه تفضل. حجم الخسائر حجم الاضرار. سعادتك انا بس بدي ابين كم شغله، لانه سعادتك تتحدث على عده امور. أول إشي إحنا كنا واضحين في أثناء الحادثة لم يكن هناك استيراد للكهرباء من مصر، لكن هذا خط موجود والكهرباء بتروح وتيجي فيه يعني، والمتخصص منا يعلم هذا الموضوع. لم يكن القاطع مقفل وإنما تم إقفاله بعد هذه الحادثة، وبأكد لنا هذا الحكي المهندس رواشته. سعادتك وسعادة الناس، كان في أعمال صيانة، كيف كان مفتوح القاطع وفي أعمال صيانة؟ بس بتسألك أنت. أنا يا جماعة أنا بتسأل المدير كيف كان في أنا بس بدي أأكد إنه محطاتنا كانت عاملة، سواء محطات الطاقة المتجددة أو محطات الطاقة التقليدية، أثناء ذلك كانت عاملة. الشيء الثاني اللي هو كل واحد منا سعادتك بصرح بشيء، أصحاب السعادة أنتوا كنتوا موجودين، أنا والمهندس رواشدة والناطق الإعلامي كلنا موجودين في مكان واحد خصوصي عشان نعطي المواطن الأردني رواية واحدة لا تضارب فيها، فكان يطلع الخبر قدامكم يعني، كنا موجودين وهذا خصوصي عشان نضلنا مواكبين الحدث ويضل المواطن الأردني مواكب للحدث من جهة واحدة، وكان تطلع جميع التصريحات من شركة الكهرباء الوطنية. في تضارب بتحكوا قاعدين الزملاء النواب، بقول أحيانا بتقولوا الخط كان مسكر وبالتالي ما كان في تبادل كهرباء، وفي التصريح الثاني انه كان في اعمال صيانه بالجانب المصري. في سؤال واضح لنا.